بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على المحاضرة الأولى في الأشعة بعنوان الإيميجينج موداليتيز أو أنواع الأشعات. قبل ما نتكلم عن أنواع الأشعات والتايبس وأشكالها وكده، عاوزين نقول نسأل نفسنا سؤال كده. إيه هو السؤال يا عم محمود؟ أنا ليه بعمل أشعة؟ يعني ليه الدكتور بيطلب مني يقول لي روح أعمل أشعة يا عم محمود؟ لسببين. عشان الأشعة دي بتساعده في إيه؟ أول حاجة دياجنوزس، التشخيص، بتساعده في التشخيص. واحد جاي للدكتور بيقول له يا دكتور أنا بطني الحتة دي بتوجعني في بطني، يقول له والله يا ابني روح أعمل لي أشعة عشان أعرف لو كان في مشكلة في حاجة كبيرة، في حاجة صغيرة، في حاجة ضغطة على حاجة، فهو ده اللي تعبك أو لأ. طيب ده أول حاجة. رقم اتنين حاجة اسمها الانترفنشنال راديولوجي، اللي هي معناها الترجمة الحرفية الأشعة التداخلية. والأشعة التداخلية ده علم جديد في الأشعة، لسه ظاهر، ما بيتعالج بعض الأمراض مثلا زي أركب دعامة مثلا، أعمل أي جلطة مثلا وعاوز أسيح الجلطة ديت على طول، بروح أعمل يستخدم انترفنشن راديولوجي. علم لسه ما اتطبقش قوي، يعرف عنه كلمتين وعندك راوند لو كامل هيقولوا لك بعض الموداليتيز اللي بيستخدموها فيه. طيب تعال نتكلم بقى على التايبس بتاعتنا. اول حاجه في الموداليتيز ده الاشعه الالترا ساوند، والالترا ساوند ديت هي السونار. انت لو قعدت 5 دقائق بس في مستشفى الجامعه هتلاقي النايب طلب 5 سونار. ليه؟ هو السونار حلو قوي كده يا محمود وكويس قوي كده والناس كلها بتستخدمه وبيطلع لي صور حلوه؟ هقول لك اه. طب تعالى قول لي ليه هو حلو بقى؟ يعني انت قلت لي ان هو حلو وناس كتير بتستخدمه، طب انا عاوز اعرف هو حلو ليه؟ هقول لك تعال نشوف هو حلو ليه. اول حاجه هنتكلم عن الادفنش بتاعته، مميزاته، ليه ناس كتير بتستخدمه. اول حاجه نان ايونايزنج راديشن. يعني ايه الكلمه دي؟ معناها ان هو ما بيطلعش اشعه على المريض، معناها ان هو امن على المريض، ان هو سيف على المريض، ما بيأثرش على المريض، فبالتالي ممكن استخدمه باريحيه، استخدمه باكتر من مره، ما عنديش اي مشكله. طيب الكلمه اللي هو سيف على المريض دي فادتني بحاجه؟ تعال نفكر كده، الكلمه دي فادتنا بايه؟ ان هو safe for pregnant patient. عشان كده تلاقي دكاترة النساء في العيادات بتاعتهم حاطين جهاز الترا ساوند او سونار على طول، يروح حاطط الجل على بطن الست ويروح حاطط الايه الجهاز ويقعد يبص بقى يشوف الواد جاي براسه ولا جاي بظهره، طب الواد هيتولد طبيعي ولا هيتولد صناعي، وبيبقى ريحية يقعد نص ساعة ربع ساعة بيلف في بطن الست عشان يشوف الدنيا. ليه؟ ما هو مش خايف. ليه؟ عشان هو نو ايونايزنج راديشن، مش هيأثر. يبقى انا دلوقتي وانا بذاكر ذاكرت الالترا ساوند او السونار نو ايونايزنج راديشن، دماغي على طول ربط من غير ما افكر ان هو سيف على ايه، على الستات الحوامل على طول. يبقى انت كده حفظت اتنين اهو سهلين، او ادي اتنين من الادفنش اتحفظ. طيب تعال نتكلم بعد كده حاجه اسمها رير تايم ايميجنج. يعني ايه كلمه رير تايم ايميجنج يا محمود؟ يعني الاشعه بتظهر في ساعتها، ما بستناش وقت. طب دي انا هستفيد بيها ايه؟ السرعه يعني؟ هقول لك اه، ان انت لو مثلا مريض عنده مرض خطير او حاجه ما استناش مثلا على ما يطلع لي التقرير او على ما تطلع لي صوره الاشعه يومين ثلاثه اربعه على ما تطلع، يكون مثلا المرض بعد ما كان حته قد كده تفشى بعد كده، وده حقيقي وبتحصل كتير في عيانين كتير. فالمرض يطلع في ساعتها ايرلي دياجنوز، يبقى ايرلي تريتمنت، يبقى ايرلي كنترول، يبقى العيان عنده نسبه شفاء كبيره طبعا باذن الله. دي اهم حته اللي هي رير تايم ايميجنج. طيب بعد كده بورتابل. يعني ايه؟ يعني اقدر احمله. طب انا هستفيد ايه بان اقدر اشيل جهاز الاشعه وانا امشي بيه في الشارع؟ اقول لك لا، مثلا مريض جاي عامل حادثه وما ينفعش انقله من العنايه، محجوز في العنايه، لازم احط له جهاز تنفس صناعي وما اقدرش انقله من العنايه، خلاص وانا عاوز اعمل له اشعه اروح ساحب جهاز السونار واروح اعمل له الاشعه اللي انا عاوزها بمنتهى الاريحيه هو على السرير وعلى جهاز التنفس الصناعي وخلاص. دي مش دي من ضمن الحاجات المهمه جدا، واقدر انقذ بقى لو المريض لو عامل حادثه ده كان عنده مشكله او كان عنده حاجه كده او كده، بالاشعه دي تقدر اعرفها، فدي حاجه مهمه برضو. بعد كده لو كوست، ودي من اكتر واهم الحاجات اللي تقدر تعملها. ليه؟ لان انت شريحه المرضى اللي انت بتتعامل معاهم ناس غلابة. فمثلا لما هيدفع مثلا 50 60 جنيه في انه يعمل اشعه وتبقى اشعه واحده تعرف من خلالها انت كطبيب كل حاجه، فدي بالنسبه له انت كده ريحته وقللت عليه، فهي دي من اهم مميزاتها. طيب بعد كده اخر حاجه كان بروفايد كوانتيتيف ميجرمنت اوف فاسكولار فلو. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني بتديني قياسات كميه لكميه البلد اللي ماشيه. يعني انا مثلا كمحمود رحت عامل اشعه، رحت عامل الترا ساوند على دراعي، عاوز اشوف كميه البلد اللي ماشيه هنا، هل هي طبيعيه؟ يعني هل كميه البلد هنا دي الطبيعي المفروض يمشي ولا اقل، ولا الليمب ده يخش في اسكيميا، في مشكله كده ولا كده؟ بتساعدني في الحاجات دي. يبقى دي الادفنتج. عرفت ليه بقى بقول لك ان انت لو قعدت 5 دقائق بس في مستشفى الجامعه هتلاقي مطلوب 5 سونار او 6 او اكتر؟ ليه؟ بيستخدم كتير جدا. قول الادفنتج بتاعته كده تاني يا محمود. اول حاجه نو ايونايزنج راديشن، اترجمها بايه؟ انه سيف على المريض. طب انا استفدت ايه بكلمه انه سيف على المريض؟ انه سيف على الست الحامل، عشان كده دكاتره النساء بيستخدموه بكميات كبيره وما عندهمش اي مشكله. بعد كده بيطلع لي الاشعه في وقتها، وده هيساعدني ايرلي دياجنوز، ايرلي تريتمنت، ايرلي كنترول المريض، ربنا شفاه.
مرتفع. طيب بعد كده بورتابل، عيان جاي في حادثه اعمله له على طول وهو محطوط على الجهاز التنفس مش قادر يروح حجره الاشعه، مش شرط في حادثه، ممكن مريض مش قادر يتحرك يروح حجره الاشعه، بنسحبه ونعملها. لو كوست طبعا مش غالي، وده من اهم الحاجات اللي فيه. بعد كده كان بروفايد كوانتيتيف ميجرمنت اوف فاسكولار فلو، بتساعدني باني اعرف كميه البلد اللي ماشيه هنا هل هي طبيعيه ولا مش طبيعيه. دي كده الادفنتش بتاع الالترا ساوند او السونار. تعال نتكلم على الديس ادفنتش في السريع، اكيد هتبقى عكسها او حاجات يعني قريبه منها بس عكسها. اول حاجه بقول لك ان الالترا ساوند ده او السونار مش كويسه على البون ولا على الاير، دي حاجه طبيعيه. هل انت في حياتك منذ نشاتك ومنذ نعومه اظافرك ومن ساعه ما دخلت مستشفيات هل شفت دكتور عظام طلب الترا ساوند طلب سونار؟ اتحداك، ما حصلش. ليه؟ لان الالترا ساوند وحشه على البون، دايما دكتور عظام بيطلب اكس راي ما يطلبش الترا ساوند ابدا، فبالتالي هو بيبقى وحش على البون وعلى الاير عشان كده ما بستخدموش. رقم اتنين، بيبقى وحش على الناس الاوبيز، الناس التخان، بيطلع لي صوره مش كويسه، الصوره مش واضحه، مش شايف الليجن، مش شايف المرض نتيجه الاوبيزيتي اللي عنده او نتيجه التخن اللي عنده. رقم ثلاثة، بيتطلب ان الاوبريتور الدكتور اللي بيعمله يكون هايلي سكيل، يعني عنده مهارات عاليه جدا، يكون شاف اشعاعات كتير، لان ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على هو شايف قدامه على الشاشه، فبيطلع الدياجنوز في ساعتها هل مثلا الزياده دي كبيره ولا هي طبيعيه، فبيعتمد على انه شاف حالات كتيره وهو عنده علم كتير المفروض طبيعه الزياده بتبقى كذا كذا كذا، فبالتالي هيقدر يطلع ايه؟ هيقدر يطلع الدياجنوز الصح ويفيد الدكتور اللي هو بعته عشان يعمله صح. يبقى الديس ادفنتج تاني، مش كويسه على البون، مش كويسه على الاير، بالاضافه كمان ان هي مش كويسه للناس الاوبيزيتي، الناس التخان، ولازم يكون الدكتور اللي بيعملها ذو كفاءه عاليه وذو علم وشاف كميه حالات كتير. ده كده الالترا ساوند او دي السونار. تمام تمام، نتكلم بعد كده تاني موداليتيز، وكل موداليتيز هنتكلم فيه عن الادفانش والديس ادفانش بتاعته بس، مميزات والعيوب بس، مش عاوز حاجه اكتر من كده منك. اول حاجه في الاكس راي او اللي هي الاشعه السينيه او اشعه اكس، الادفنتش، تعالى نتكلم على الادفنتش بتاعت احنا، ورانا غيرها، ما وراناش غير ايه بقى الادفنتش او المميزات بتاعتها. اول حاجه ان اكسبنس، مش غاليه، وده حاجه مهمه برضو زي ما قلت لك، زيها زي الالترا ساوند كانت ان اكسبنسيف برضو او لو كوست، مش غالي. رقم اتنين، لو اماونت اوف ايونايزنج راديشن تو بيشنت. هو انا قلت لك ان الالترا ساوند كانت ايه؟ نو مفيش، عشان كده كنت بسلمها على الست الحامل. لا، هنا بقى في الاكس راي بيقول لك لا، في شويه صغيرين ممكن ياثر، بس طبعا ده مش هياثر على المريض ان هو يتعب ولا يزيه، لا خالص، حاجه بسيطه كده. وطبعا الاكس راي او الاشعه ديت هو مش داخل يتصور، مش رايح الكاميرا يتصور كل يوم هيجي يعمل لي اشعه، لا، فبالنسبه له التاثير ده مش هياثر قوي على المريض او مش هياثر على جسمه قوي. ده رقم اتنين. طب تلاتة، بيبقى الاكس ريز ديت حلوة على ايه؟ حلوة على البون، حلوة على السوفت تيشو، حلوة على اللنج، وحلوة على الاير. طيب احنا قلنا ان الالترا ساوند كانت وحشة على ايه؟ كانت وحشة على البون وكانت وحشة على الاير. قال لك الاكس راي هنا ايه؟ حلوه على البون وحلوه على السوفت تيشو وحلوه على اللنج وحلوه على الاير، عشان كده انا قلت لك اتحداك لو جبت لي دكتور عظام بيستخدم الترا ساوند على البون، ليه الاكس راي قدامه حلوه على البون الثانيه وحشه؟ طب انا استخدم الوحش ليه؟ ما انا قدامي الالترا ساوند. يبقى انا احفظ عكس بعض وانا بحفظ، شوف انا بقول لك ازاي تحفظ اهو كمان، الالترا ساوند كانت وحشه على البون وعلى الاير، اعكس، يبقى في الاكس راي حلوه على ايه؟ على البون وعلى الاير. واعرف دايما، واعرف دايما بترتيب الداتا اللي انا حاططه لك ان كل موداليتيز اللي تحتها احسن منها، اللي تحتها احسن منها في الصور، احسن منها في الجوده، خلي في دماغك الحته ديت عشان تسهل عليك موضوع المذاكره، تعرف ان انت هتحسن اللي فات، المشاكل اللي في الفات هتحسنها، بس في بعض الموداليتيز بقى في مشاكل زياده وهنوضحها، دي بسيطه. تمام، يبقى احنا قلنا الالترا ساوند كانت وحشه على ايه؟ كانت وحشه على البون وحشه على الاير. لا، هنا قال لك الاكس راي وحشه، حلوه على البون وحلوه على السوفت تيشو وحلوه على اللنج وحلوه على الاير، بس مشكلتها ايه؟ بتطلع لك الصوره 2 دي، ما بتطلعلكش صوره 3 دي، وده هتبقى من ضمن الديس ادفانتج، اعرف ان هي بتطلع لك الصوره 2 دي مش 3 دي. طيب ممكن استخدم معاك كونتراست. طب ايه هي الكونتراست دي يا محمود؟ الصبغه. ايوه انت ترجمتها لي، ايوه، يعني ايه صبغه برضه؟ الصبغه دي عباره عن ماتيريال، مواد بستخدمها بحقن بيها جسم المريض لو انا عاوز اعمل اشعه معينه او حاجه معينه، فعلى عضو معين بروح حائن ماده معينه كده جوه العضو ده او جوه جسم المريض، تطلع لي بقى بايه؟ بلون مثلا مختلف، تطلع لي العضو اللي انا عاوزه نفسه بطريقه احسن، صوره اوضح، اشوف الليجن افضل، ابقى عارف كل تفاصيل المرض احسن. فهل الاكس راي اعرف استخدم معاها الكونتراست، اعرف استخدم معاها الصبغه؟ طب بستخدمهم في ايه؟ في اتنين سيستم، ايه بقى؟ الجاسترونتستينال تراكت، الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي، رقم اتنين اليورينري تراكت. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ ادفانتج بتاع الاكس راي، قولهم لي تاني كده يا حمود. اول حاجه الاكس راي دي مش غاليه، رقم اتنين بتديني، بتاثر على المريض او بتاذي المريض حاجه بسيطه قوي، مش اذيه اللي هي تعمل مشكله، لا، شويه راديشن كده بيأثر على المريض حاجه بسيطه. رقم ثلاثه بتبقى كويسه خالص على البون، كويسه على السوفت تيشو، كويسه على اللنج، كويسه على الاير، بس بشوف الصوره ايه؟ 2 دي مش 3 دي. ممكن استخدم معاك كونتراست او صبغه في اتنين سيستم اللي هو الجي اي تي او الجاسترونتستينال تراكت واليورينري تراكت. تمام. طيب تعالى نتكلم على الديس ادفانتج بتاعتها بقى. اول حاجه، اول ديس ادفانتج
افنجر انا قلت لك هناك كان 2 دي، ما ينفعش تطلع لي صوره 3 دي، فممكن انا ما اشوفش جزء من الليجن، ما اشوفش حاجه في الليجن نتيجه ان هي مش طالعه لي ثلاثيه الابعاد ولا 3 دي، فما اشوفش حاجه معينه، فدي تاثر على المريض، فدي من ضمن الديس ادفنش بتاعتها. رقم 2 كان ميس باثولوجي، بتسيب بعض الامراض، مش هتسيب مرض كامل، مثلا طلعت لي جزء من الليجن، الجزء الثاني انا مش شايفه كويس، شفت الجزء الثاني ده من ان الصوره مشبحه والصوره وحشه مثلا، فطلع لي ان الجزء ده طبيعي، انا شايف ان هو طبيعي، ده جزء من جسم الانسان المريض طبيعي، مفيش مشكله خالص، فبتسيب باثولوجي. طب نسال نفسنا سؤال هنا، استفدت ايه بالكلمه اللي انت قلتها ده يا محمود كان ميس باثولوجي؟ ما انا عاوزك تستنتج الحاجات بدماغك، انا بحاول اربط لك الحاجات جنب بعضها عشان ايه ما تحفظش كله نصا، لا انا عاوزك تبقى ايه عرفت حته تجيب لك حته تانيه. طيب انا استفدت ايه بكلمه كان ميس باثولوجي؟ معناها ان انا ما اقدرش اعتمد عليها. طب يعني ايه ما اقدرش اترجمها بلغه الاشعه؟ ايه محتاج اعمل اشعاعات تانيه. اقرا كده اللي بعدها، مي ستيل ريكواير اذر ايمجنج ستادس، محتاج اعمل اشعاعات تانيه عشان اكد بعدها، لان ممكن تكون سايبه جزء من المرض، او سايبه حته انا مش واخد بالي، حته شفتها طبيعيه، فبالتالي اضطر اعمل ايه، اضطر اعمل اشعاعات تانية او تشخيصات تانية او انفستيجيشن تانية عشان اكد. ودي حته مهمه، شوف استنتجتها من دي، استنتجت في الالترا ساوند عشان هي سيف، يبقى كويس على ايه، على الست الحامل. هنا بقى عشان هي بتسيب لي بعض الباثولوجي او بعض الامراض، خلاص يبقى هضطر اعمل لها ايه، هضطر اعمل لها استادز وايمجنج تانية، فبالتالي انا سهلت عليك موضوع الحفظ بانك انت طلعتها وما قعدتش تحفظ كتير ولا خدت وقت كتير. تمام، دي تاني موداليتيز. تعال نتكلم عن الموداليتيز التاليه اللي هي السي تي او المقطعيه او الكمبيوتر توموجرافي اللي هي الاشعه المقطعيه. طيب تعال نشوف كده الادفانتج بتاع السي تي. اول حاجه اليومينيتس اوفرلابنج دينستيز، يعني بتطلع لي لو انا عملت مثلا سي تي على البون، بتطلع لي الدينستي بتاع البون، الكثافه بتاعته بون زي ما الكتاب بيقول، زي ما احنا بنقول كده، يعني بون كل حاجه، انا شايف كل الفيتشر، شايف كل حاجة، عارف اشخص ان كان ديت عظمه مكسوره ولا عظمه مش مكسوره. طب هل الكسر ده في مكانه ولا محتاج اثبته؟ هل فتت كم حاجه كده اتكسر ولا لا؟ بتطلع لي حاجه بما يرضي الله يعني. رقم 2 اكسلنت ريزوليوشن، قلت لك الصوره بتاعتنا او الاشعه اللي طالعه لي بجوده عاليه جدا، يعني نقول ايه، هو دلوقتي اخر جوده وصل لها هي ال 4K اللي هي ال 4000، ممكن تكون هي 4K، بتطلع لك صوره 4K يعني. طيب بعد كده اكسلنت فور ديتكتنج الانتراكرينيال بليدنج، كويسه جدا في ان اشوف لو كان في انتراكرينيال بليدنج ولا لا. طب مكانه فين، نسبته قد ايه، ضغط على كام سيستم، طب هل مأثر، طب مأثر على كام سيستم، طب انه السيستمات المتأثر، كل الكلام زي دي. طيب بعد كده الاشعاعات دي كويسه على ايه تاني يا حمود؟ على النك، على الشيست، على الابدومن، كويس جدا انا اعملها على النك وعلى الشيست وعلى الابدومن، السي تي حلوه جدا عليها. طيب بعد كده بتساعدني كمان اعرف الفراكشرز، يعني لو انا عملت مثلا اكس سي تي على بون، تطلع لي فراكشر بما يرضي الله زي ما قلت لك، زي الكتاب ما بيقول، ان هو الكسر قد ايه ومتفتت قد ايه، هل هو في مكانه ولا العظمه اتحركت وهثبته ولا لا. دي كده الادفنج بتاعتها، ان هي ايه بتطلع لي الدينستي بتاع الحاجه كويس جدا، كثافتها كويسه جدا. رقم 2 بتديني ريزوليوشن وجوده عاليه جدا. رقم 3 بعرف من خلال الانتراكرينيال بليدنج ومن خلالها اقدر اعمل له مانجمنت واقدر اوقفه. رقم 4 كويسه على النك وعلى الشيست وعلى الابدومن. رقم 5 كويسه على الفراكشرز وبتطلع لي صور كويسه للفراكشرز. طيب تعال نتكلم على الديس ادفنج بتاعتها، مور اكسبنسيف، حته مهمه، غاليه. لو انت جيت دلوقتي تسال اي دكتور اشعه على سعر السي تي او الاشعه المقطعيه 500 600 جنيه او 400 500 جنيه، مش اقل من كده، فبالتالي غاليه، مش كل الطبقات تقدر تعمل الاشعه ديت او تقدر انت تطلبها منه، يعني هو حتى كاتب لك اهو مور اكسبنسيف زان الاكس راي اند الالترا ساوند. طب انا ممكن افهم ايه من السطر ده يا محمود؟ افهم ان انا اطلب الاول الترا ساوند واكس راي، يعني لو حاجه مثلا في الابدومين هطلب الترا ساوند، طب لو حاجه على البون هطلب اكس راي، ما ابداش بسي تي وش. طب امتى ابدا سي تي يا محمود؟ لما اكون خلاص بقى ما شفتش من الترا ساوند وما شفتش من اكس راي، ومضطر غصب عني انا مجبر زي المريض اللي انا ايه اللي انا اخليه اطلب له سي تي، عشان خاطر طبعا انت خدت بروفيشناليزم وفاهم، حاول اخفف بقدر الامكان على المريض الاعباء، ما اطلبلوش اطلق اكتر حاجه، مع اني كان ممكن بالاكس راي اللي هي عامله 100 جنيه ولا 150 اوصل باللي انا عاوزه، ورحت دفعت انا 400 500 600 جنيه وقعد يسب ويلعن فيك، لا على ايه، وقعد ينحر نفسه، والا بقى لو طلعت نورمال، يا ضحك لو طلعت نورمال، ده هيقعد يقول ده انت دكتور ما بتفهمش وما بتعملش، فخليك في الاول وبعدين ما تتزني اعمل، فاهم، ما تبداش كده يعني. طيب بعد كده ماتش مور راديشن، الكلمه دي مهمه جدا، يعني بتاثر على المريض، بتطلع اشعاع على المريض، مش سيف قوي على المريض. طب عيد لي كده، احنا قلنا الالترا ساوند كانت سيف، الاكس راي لو شويه صغيرين ممكن ياثروا، السي تي بتاثر وش، عرفت الفكره، بتاثر وش.
عليهم. طيب بعد كده الدنس بون اند الميتال كوزز سيفير ارتفاكتس، يعني ايه؟ يعني لو المريض ده مثلا مركب شريح ومسامير، مثلا المريض ده مركب مسمار نخاعي، حاجه ميتال حاجه معدن، ممكن لما يعمل اشعه سي تي عليها ممكن تاثر عليه، تعمل له حاجات خطيره في جسمه، فده من ضمن الديس ادفنتج. وده طبعا استنتاجا للحته اللي فوقها اللي هي ماتش مور راديشن. عرفت؟ يبقى المذاكره هتذاكرها بكده. يبقى من ثاني الديس ادفنتج، اول حاجه غاليه، فانا هضطر الاول اعمل ايه عشان اخفف على المريض؟ اكس راي، ثم اكس راي لو هي الحاجه على البون، الترا ساوند لو هي حاجه على اي حاجه غير البون او الاير، هقدر اعملها وفهمت خلاص او عرفت المرض خلاص مش هضطر اعمله. طيب رقم اتنين، بتاثر براديشن كتير على المريض. طب هستنتج ايه من كلمه ان هي بتاثر براديشن كتير على المريض؟ ايه يا محمود؟ ان لو المريض عنده حاجه ميتال في جسمه هتعمل له اعراض خطيره، مثلا واحد مثلا شرايح ومسامير، مثلا واحد مركب مسمار نخاعي، هتاثر عليه وتعمل له مرض في جسمه خطير نتيجه ايه؟ نتيجه الراديشن اللي طالع منه. دي تالت حاجه اللي هي السي تي او المقطعيه. تعال نتكلم على رابع حاجه، الام ار اي او الرنين المغناطيسي. ودي اعتى حاجه فيهم بقى، يعني الرنين المغناطيسي دي اقوى حاجه خالص بقى، بتطلع لك كل حاجه. تعال نتكلم على الادفنتج بتاعتها. اول حاجه بتديك ريزوليوشن اعلى من السي تي. يا راجل ده انت كنت بتقول لي السي تي ممكن تطلع لك بال4 كي، اقول لك اه ممكن توصل الام ار اي ممكن تعدي ال4 كي صوره نظيفه. طبعا كلمه ال4 كي دي كنايه، انا مش عشان بس محدش يفهمها غلط، انا بهزر، كنايه، انا بقول لك يعني ان هي بتطلع بجوده عاليه جدا، يعني حاجه محترمه وحاجه تشوفها كده تبقى شايف الليجن. الام ار اي اعلى منها كمان، بتطلع جوده احسن، بتطلع لك مقاطع احسن للمرض، بتقسم لك المرض، فبالتالي بتعرف كل تفاصيل المرض وكل حاجه فيه. رقم اتنين، نو ايونايزنج راديشن. لا لا لا، انت كده لخبطتنا بقى يا محمود، انت كده لخبطتنا. يعني هل السي تي بتطلع راديشن والام ار اي ما بتطلعش؟ اقول لك اه، وسبحان الله، شفت يا اخي الدنيا دي في حاجات غريبه. فاما انا دلوقتي اما يبقى نون ايونايزد راديشن ام ار اي واحسن من السي تي، طب انا ايه اللي يخليني اعمل سي تي ما اروح اعمل ام ار اي؟ فهمت الفكره؟ هي دي الفكره، ان دي نون ايونايزنج راديشن. طب تالت بقى، تالت ادفانتج المالتيبل بلين ايميجنج. يعني ايه؟ يعني بتقسم لي الليجن لمقاطع، ما بتطلعليش ليجن كده وانا اقعد ابص عليه، لا مقاطع بقى مش عارف ترانسفيرس ومش عارف مش عارف عامله ازاي ومن فوق وهوريزنتال وكلام غريب كده، اقعد اشوف اجيب المرض من فوق لتحته زي ما احنا بنقوله من الف للياء زي ما احنا بنقول كده. فبعرف كل تفاصيل المرض. يبقى الادفنتج بتاع الام ار اي او الرنين المغناطيسي ان هي ريزولوشن بتاعها عالي، ما بتاثرليش على المريض، بتبقى سيف على المريض جدا. فكرني كمين ان نو زيها برضو، فكرني اهي الالترا ساوند كانت نو، طب الاكس راي ما كانتش نو، كانت لو، هي ايوه قريبه منه بس مش نو، هي لو شويه كده، لكن اللي كان بيأثر هي ايه؟ هي السي تي. بعد كده بتديني مقاطع كتيره من المرض بحيث ان انا اقدر من خلالها اعرف اشخص المرض واعرف كل تفاصيل المرض. طب تعالى نتكلم على الديس ادفنتج، شوف بقى الديس ادفنتج بتاعتها قد ايه، عد معايا بقى. اول حاجه البيشنت محتاج ان هو يدنه ثابت في مكانه طول الفتره اللي انا باخد اللقطه او باخد الصوره. ازاي يعني؟ لو انا باخدها على رجله وحرك رجله الصوره بس، عدلي من الاول تاني. لو هو كان قاعد ربع ساعه تحت الجهاز ولا حاجه والاشعه تاخد نص ساعه ولا تلت ساعه ولا ساعه، لا ابدأني من الاول تاني عشان انت اتحركت الصوره باصت. يبقى محتاج ان اكون ممسمر المريض، ودي طبعا مشكله في مرضى، طبعا الناس اللي بيبقى عندهم تريمورز او الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل زي دي، او الناس من الخوف خايف داخل جهاز غريب شكله غريب خايف فيتحرك باظت. لا افرض عيل صغير مثلا، انت عارف عشان يعمل ام ار اي العيل صغير بيخدروه والله عشان خاطر يعمل ام ار اي عشان الوادي ده انه ثابت مكان. ده رقم واحد، ان هي عاوزه العيان يكون متمسمر على الجهاز. طب رقم اتنين، ان هي اكسبنسف، غاليه طبعا. لو جيت دلوقتي الام ار اي بتتعمل ب 600 700 جنيه، طيب انا ايه؟ طب انا ممكن من الاكس راي اوصل، ايه اللي يخليني اوصل اني اعمل ام ار اي؟ فبالتالي الام ار اي بتبقى في النهايه قوي، لما خلاص بقى اكون ما وصلتش بعد السي تي الحاجه اروح اعمل ام ار اي بقى، ما انا قداميش حاجه غير كده. وطبعا دي بتبقى حالات بسيطه، حالات فرديه، مش 100% من الحالات يعني هتبقى كده. رقم اتنين، بتاخد وقت طويل. على العكس، فكرني مين اللي كانتش تاخد وقت طويل؟ الالترا ساوند هي اللي ما كانتش تاخد وقت طويل، كانت على طول بتطلع في ساعتها، فده بيساعد لك ايه؟ ايرلي دايجنوزس، ايرلي كنترول، ايرلي تريتمنت، المريض رجع سليم زي ما هو بفضل الله. لكن هنا تاخد وقت على ما يجي لي بقى استشاري، اللي بيعمل الام ار اي ده استشاري في الصحه، او اللي هو بيعادل يعني مدرس في الجامعه، فعلى ما يجي يعمله وعلى ما يجي تاني بقى عشان يكتب التقارير ومش عارف ايه، حلني بقى عندك يومين ثلاثه على ما يطلع لك يكون المرض تفشى وعمل قلق. فدي مشكله من مشاكلها، بتاخد وقت طويل. رقم ثلاثه، الحاجات الميتال، فاكر ولا في السي تي قلت لك ان هي لو الواحد عنده مركب شرايح ومسامير او مسمار نخاعي او كده بتاثر، بتعمل له امراض خطيره، نفس الحوار حتى هو كاتب لك از ايه؟ از السي تي،
از السي تي اهو. يعني برضو لو هو حاجه ميتال، طبعا انت بتتكلم ضرانين مغناطيسي، مغناطيسي يعني لو انت في حاجه ميتال هتسحبك، جهاز هيسحبك ما بيهزرش. ده احنا هنقول دلوقتي حاجه ان هو الامراء، الناس اللي عندهم مشاكل في قلبهم، اللي مغير صمام او اللي مركب اجهزه كده حاجات بسيطه زي الكبسوله الالكترونيه والكلام زي كده، وهو عنده وما قالش للدكتور بتاع الاشعه ان هو عنده وعمل سي تي، هتشفطه والله، هتشفط الراجل نفسه. فما ينفعش اي حاجه ميتال، اي حاجه كله اقلع. الراجل بيخش على الحميد المليد زي ما احنا بنقول كده، بيخش يا دوبك هدومه، والهدوم لو فيها سوسته وحاجه بيقول لك برضو ايه، ما تعملش حاجه ما فيهاش ميتال، كلها يا ماشيه بلاستيك يا حاجات زي كده. طيب بعد كده ليس افكتيف ان الايمجنج سي تي، ما بتطلعليش مقاطع حلوه. يعني ايوه بتطلع لي مقاطع واقدر اشوف المرض كويس واقدر اشوف، بس مش اللي هي 100%، يعني مش اللي هي اقدر ابصم بال10 ان ده المرض برضو، من غير ما اعمل مثلا تحاليل، من غير ما اعمل مثلا ليفر فانكشن، من غير ما اعمل سي بي سي، لا اضطر اعمل حاجه ثانيه معاها برضو، وبغرمت الراجل وعملت حاجه ثانيه. طب ليه؟ ما لهاش لازمه بقى. طيب رقم ثلاثه بقى، اهي الحته اللي كنت بقول لك عليها، البتاع دي مش كويسه على الناس اللي عندهم كاردياك بيس ميكر. شوف الحته ديت، او اللي مركبين اجهزه الكترونيك امبلانتد هيت، يبقى مش كويسه على الناس اللي مغيرين صمام او مركب عندهم مشاكل في القلب. ربنا يشفي الجميع ويحمينا. اللي عندهم مشاكل في القلب ومركب صمام بيبقى يعني بيتقال كده، لو ما عندكش هيسحبه، هيسحب الصمام نفسه، كميه مغناطيس قويه جدا جدا جدا، هتشفط العيان حرفيا. فدي حاجات، شوف كل دي ديس ادفانتج قصاد الادفانتج بالعقل كده، بالعقل كده. هل انا استخدم دي اول تكنيك بعد على انها غاليه؟ افترض انها ب 50 جنيه، هفترض معاك انها ب 50 جنيه، بس كل الديس ادفانتج دي وقصاد ثلاثه ادفانتج، هل اعملها؟ والله لا، اروح اعمل اكس راي شوف كام ادفانتج قصاد كام ديس ادفانتج، كانوا اتنين ديس ادفانتج وكذا بنفس السعر برضه، فهمت؟ فانا بحدد على اساس الموضوع ده، مش بحدد عبثا، بيبقى الموضوع ماشي كده، اشوف الدنيا هتمشي ازاي. طب انا دلوقتي الالترا ساوند ما شفتش منها، او الاكس ما شفتش، خلاص ارجع للسي تي. طب السي تي ما شفتش منه، اعمل ام ار اي، ودي بتبقى النهايه دايما، ما بتبقاش البدايه. تمام. عندنا اخر، في اخر موداليتي، اخر موداليتي بقى اللي هي الراديو ايزوتوبس، وده يعني من ضمن الاجهزه اللي مش هتسمع عنها غير كل، يعني لما تاخد تخصص اشعه مش هتسمع عن الراديو ايزوتوب ده غير ما تاخد تخصص اشعه، ما تبقى دكتور اشعه ان شاء الله. فهنعرف الكلمتين وهنعرف السؤال اللي بيجي فيه فين، وبكده خلاص. ايه بقى، ايه الادفانتج بتاعته؟ بيساعدني ان انا اعرف الابنورماليتيز بتاع الديسيز اللي موجود، او الابنورماليتيز اللي موجوده في البيشنت اللي قدامي، من قبل ما التحاليل اللي انا عاملها ما تطلع. طبعا انتوا كلكم بصيتوا كده، رحت قايل لي ازاي يا عم انت بتقول هو سحر؟ مش هقولك والله، حاجه شبه السحر كده. طيب انه هفهمك بتبقى ماشيه ازاي، انه لو انا عيان عنده مشكله في الليفر، حلو، وانا رحت اعمل له ليفر فانكشن تيست، الليفر فانكشن تيست طلعت نورمال، هل ده معناه ان الليفر سليم؟ لا، الليفر ده من الاعضاء اللي ربنا خلقها بتستحمل كتير قوي، يعني ده انه مستحمل لحد اخر خليه، عارف انت اللي هو بيقف لحد اخر ساعه، لحد اخر دقيقه، لحد اخر خليه تموت وخلاص كده، ويحصل لها دامج خلاص بقى، يبدا يبوظ ويبدا يظهر. ليه ربنا خلقه كده؟ عشان خاطر ممكن لو في مشكله ممكن يضرب لك مشاكل مخك، يضرب لك مشاكل في جسمك، في قلبك، في اماكن كتيره، مش في حته واحده. فبالتالي لازم ان ربنا يحميه ويعمل له حمايه كبيره، لانه مهم جدا. فهل انا لما اعمل ليفر فانكشن تيست وطلع الليفر وطلعت نورمال، هل ده معناه ان الليفر سليم؟ لا. طب انا عملت ليفر فانكشن تيست وطلعت نورمال، رحت اعمل له راديو ايزوتوب وطلع ان في ديسيز، يبقى اهو بيشخص ده انا بقول لك عليه، بيشخص المرض قبل ما الدياجنوستيك تيستس ما تعمله اصلا. شوف سحر وشعوذه اهو، قولوا سبحان الله معايا بقى، سحر وشعوذه، ان هو بيشخص المرض قبل اصلا ما الدياجنوستيك تيستس بتاعته او الانفستيجيشن اللي ربنا خالقها بتعمله، او بيعرف من خلالها ما تعمل. طب واحد فيكم يروح رافع ايده كده ويقول لي طب يا عم محمود، بما انك انت عمال تقول لي انه سعر بقى وشعوذه وحاجات حلوه وجميله كده، ما بستخدموش ليه؟ كنا عرفنا ثلاث ارباع امراض الناس قبل ما تحصل، وما وصلناش بقى للبروجنوزس الزباله، وعلى الاقل حاجه كنا عرفنا الكانسر يا جدع قبل ما يحصل. كل واحد راح عمل تشيك على نفسه وشاف الدنيا فيها ايه ولا لا. هقول لك بقى، تعال بص على الديس ادفانتج، مفيش حاجه كامله والله، ما في حاجه كامله في الدنيا. تعال بص على الديس ادفانتج، نيجاتيف اون هيلث. ومعنى كلمة نيجاتيف اون هيلث مش انه بيطلع راديشن بس، بيأذي الجسم حرفيا. يعني لو انت مثلا داخل بليفر ديسيز، ممكن تاخد معاه كدني وانت طالع، ممكن تاخد معاه مش عارف ايه، مشاكل في البون مش عارف فين، ما بيهزرش. فهل مين يعني هيخاطر بانه مثلا لو
وصلت بيه ان هو كان عنده حاجه بسيطه، او مين دكتور هيخاطر بمريض وعارف ان ممكن يكون المرض ده بسيط واروح اعمل له البتاعه دي عشان اكتشفه بدري، لا انا استنى التحاليل اهون من ان بدل ما هو بقى كان عنده ليفر بقى عنده ليفر وكيدني. لا يا عم خلاص الراجل يروح يموت بقى، ملهاش لازم. لا فهي دي الفكره، ان انت شوف مع انه بيطلع الحاجات بدري اهو وقبلها، مع ذلك نيجاتيف على الهيلث، وحش على الصحه، مش كويس على المرض. رقم اتنين اقراها كده اكسبنسيف، واكسبنسيف دي مش معناها 500 600 جنيه، لا بيعدي 1000 1000 1000 ونص 2000. مين هيروح يعمل اشعه؟ او مين مين مريض عاقل، مريض مصري عاقل هتقول له اعمل لي اشعه ب 1000 جنيه؟ اشعه واحده، خد بالك مش هتطلب مثلا سي تي وام ار اي مش عارف ايه، ممكن يقتنع لما تطلب سي تي وام ار اي واكس راي وكده ممكن يقتنع معاك، لكن لما تقول له اشعه واحده ب 1000 ونص يقول الدكتور اللي ما بيفهمش ده، ده انت مش عارف حاجه يا عم انت. لا انا اروح لواحد تاني، يروح رايح لدكتور تاني يعمل له اكس راي او سي تي يعرف منه، وانت ايه عاوز تعرف بقى وعاوز تبان ان انت عارف كل حاجه، واتشتمت وخلصت وبانت ان انت ايه ما انتش فاهم حاجه. فالديس ادفانتج بتاعته خطيره جدا، وحش على الهيلث خالص، بالاضافه كمان ان هو غالي. طيب السؤال يجي في الحته دي فين؟ وده السؤال اللي جالنا في الامتحان، يقول لك ايه موداليتيز ذات يوزد تو نو الابنورماليتيز اوف ذا بيشنت بيفور الدياجنوستيك تيستس از، وجاب لنا بقى سي تي اكس راي ام ار اي والراديو ايزوتوب. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ الراديو ايزوتوب. فالحته اللي بالاحمر دي مهمه جدا جدا ان انت تعرف. تمام، يبقى احنا كده خلصنا كل الموديلز. قبل ما نكمل بقى عاوز اعمل كده تجميعه بسيطه معاكم لكام حاجه كده. اول حاجه عاوزين نقول ايه هي الموداليتيز اللي ما بتبقاش غاليه. قد معايا اول حاجه الالترا ساوند، تعال نجيبهم كده من الاول. الالترا ساوند غاليه ولا مش غاليه؟ نفكر كده. لا الالترا ساوند مش غاليه يا محمود، ده احنا قلنا هي كويسه جدا. طيب تعال نبص على الاكس راي كده، غاليه ولا مش غاليه يا محمود؟ غاليه ولا مش غاليه؟ مش غاليه يا محمود، ما احنا قلنا من اهم الحاجات ان اكسبنسيف كان اول حاجه فيها. طيب تعال نبص على السي تي، ما تيجي تحفظها كده. تعال نبص على السي تي، السي تي غاليه؟ اه غاليه يا راجل، ده ب 400 500 جنيه. طيب تعال نبص على الام ار اي، هل هي غاليه؟ طبعا 600 جنيه. طيب تعال نبص على راديو ايزوتوب، ما كملش غالي. يبقى وصلنا ان الحاجات اللي لو كوست هما اتنين، الاكس راي والالترا ساوند. طيب تعال نبص كده نعمل تجميعه للحاجات اللي هي ما بتاثرش على المريض او تاثيرها هيبقى بسيط على المريض. اول حاجه الالترا ساوند، وش وانت مغمض تبصم ان هي الترا ساوند. الالترا ساوند نو اميونايزنج راديشن. طب ايه اللي كانت نو ثانيه؟ الام ار ار. يبقى الاثنين النو نو اميونايزنج راديشن، سي تي سوري اسف الالترا ساوند والام ار اي نو اميونايزنج. قال لك نو اميونايزنج راديشن، يبقى انت في دماغك حاجه من الاثنين، يا سي تي يا ام ار اي، دي هتبقى الاجابه. طيب افرق بينهم ازاي بقى يا محمود؟ هقول لك هيفرق لك في السؤال ازاي. هيقول لك ايه which modalities is low cost and none او نو اميونايزنج راديشن. خد بالك من كلمه لو كوست، لو كوست ودتك راحت فين؟ لما الالترا ساوند، ويروح حاطط لك في اول الاختيارات كده وهو بيضحك، هو بيحطها في السؤال، هو بيحط السؤال تلاقيه مبتسم ويروح حاطط لك الام ار اي اول حاجه في الام اس كيو. يروح معاليك قريت ان هو انت حافظ ان نو اميونايزنج راديشن سي تي ام ار اي، اول حاجه قريتك الام ار اي هوب رحت مختارها، احلى مسا درجه راحت، خلصنا على طول في ساعتها. ما خدتش بالك انت ان هو قال لك لو كوست، لو كوست يبقى توديك ان هو الترا ساوند. فلازم نعرف ان الفرق بين الالتوما الاثنين نو اميونايزنج راديشن، بس الفرق بينهم ايه؟ ان ده لو كوست الالترا ساوند والتاني هاي كوست. تمام، طيب يبقى الاثنين النو اميونايزنج راديشن هما الام ار اي والالترا ساوند، واتفقنا لو كوست يبقى الترا ساوند، هاي كوست يبقى ايه؟ يبقى ام ار اي. طيب ايه اللي كان لو اميونايزنج راديشن؟ اكس راي. قلنا الاكس راي بتعمل حاجه بسيطه كده. طيب ايه اللي بتاثر عليك؟ يعني ايه اللي بتاثر على المريض بقى تاثير جامد؟ هما حاجتين. ايه هما الحاجتين دول يا محمود؟ اقول لك اول حاجه اللي هي السي تي والراديو ايزوتوب، من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتاثر على صحه المريض. يبقى انا جمعت لك الدنيا في الاخر اهوت، ايه هي الحاجات اللي ما بتبقاش غاليه؟ الالترا ساوند والاكس راي، الاثنين مش غاليين، كل الموداليتيز الثانيه كلها غاليه، الثلاثه الثانيين غاليين. طيب ايه الحاجات اللي ما بتاثرش او بتعمل نو اميونايزنج راديشن؟ الام ار اي والالترا ساوند. طيب ايه الحاجه اللي نو اللي هي الاكس راي؟ طب ايه الحاجه اللي بتاثر بقى او ايه الحاجه اللي هي يعني لو عملتها هتاثر على صحه المريض جامد قوي؟ اللي هي اللهم صل على النبي اللي هي الراديو ايزوتوب على الصلاه والسلام، الراديو ايزوتوب والسي تي. تمام، ادي شوف لخصت لك الدنيا في الاخر وظبطت لك الحوار اهو. خلاص انت الكلمتين اللي انا قلتهم في الاخر دول حفظتهم، هتجيب بقيه الكلام. وعلى فكره هي دي مواد الاسئله، انا مش عايز اقول كده من الاول بس هي دي مواد الاسئله. طيب تعال نكمل كده.
طب انا امتى اضطر اعمل اشعه يا محمود؟ يعني مريض جاي لي بايه عشان اعمل اشعه؟ اول حاجه ايمرجنسي، حاله طوارئ، اي حاله طوارئ جايه لك، حاله طوارئ، واحد بينزف، اعمل لي اشعه اشوف النزيف ده جاي منين، نزيف داخلي طبعا، مش عارف في مشكله في كذا، اعمل لي اشعه نشوف المشكله دي فين. رقم اتنين تروما، واحد جاي بحادثه، واحد مخبوط، تعال نشوف الخبطه دي وصلت للعظم، طب قطعت حاجه، طب عملت حاجه جوه. رقم ثلاثة التيومرز، الناس اللي عندهم كانسرز، الناس اللي هم عندهم سرطانات، ودي مهم جدا جدا عشان اعرف الكانسر وصل لفين او التيومر وصل لفين. اخر حاجة اذرز، حاجات تانية. تمام، يبقى دول الاربع حاجات اللي انا بحتاجهم او اللي انا بعمل فيهم اشعة. تعال نتكلم على الكونتراست ميديا. انا اتكلمت على كلمة كونتراست دي قبل كده في الاكس راي، وقلت لك ان الاكس راي كان ينفع استخدم معاك كونتراست في اتنين سيستم، فكرني بالاتنين سيستم كده، الجي اي تي والرونال تراكت انفكشن. طيب يعني ايه كونتراست؟ هعيدها لك تاني، قلت لك الكونتراست ان هي صبغه او ماتيريال، ماده بستخدمها بحقن بيها المريض عشان خاطر ايه؟ اطلع صوره احسن وصوره افضل للبادي وصوره للجسم. ده اللي انا عاوزك تعرفه. قال لك ماتيريالز يوزد تو امبروف ذا بيكتشر اوف ايه اوف ذا انسايد اوف ذا بادي، بس صور بستخدمها عشان اطلع ايه؟ عشان اطلع جوده اشعه احسن وحاجه احسن. طيب تعال نتكلم عن حاجه اسمها اخر حاجه تقريبا كده ونبقى خلصنا، حاجه اسمها الراديولوجيكال تكنيكس. بقى شوف، حد فيكم هيسال نفسه سؤال، اشمعنى العنوان ده عم محمود اللي انت عامله بالاحمر وكل العناوين معموله بالازرق؟ ده سؤال المفروض تساله لنفسكم. او شوف كل العناوين بالازرق اهي، كله بالازرق غامق او فاتح، اشمعنى ده بقى اللي انت عامله بالاحمر؟ اقول لك عشان ده سؤال في الامتحان، ده سؤال هيجي لكم في الامتحان، امتحان الاسسمنت. انا مش عارف هو امتى، بس لو المحاضره دي داخله السؤال ده جاي في الامتحان، واحده من اللي انا اقولهم دول جايين في الامتحان، فلازم تصمم اكتر من اسمك، تحفظه مصمم. طب تعال نقولهم كده. اول حاجه، حاجه اسمها الهسترو سلفاجينو جرام. انا عارف ان اسمهم متخلف، بس معلش اسمهم رخم وصعب، بس معلش حاول تحفظ شكلها. اختصارها ايه؟ اتش اس جي. انا مش عاوزك تعرف معناها، عاوزك تعرف بستخدمه في ايه، بستخدمه عشان اعرف ايه. يبقى الاتش اس جي بتستخدمه في ايه يا محمود؟ بستخدمه عشان اعمل اسيس ليه لليوترس والتيوبس اللي هي اليوتراين تيوبس. حلو، بستخدمها في حاجتين، في اليوترس واليوتراين تيوبس. ده اول حاجه الاتش اس جي. يجي لك سؤال كده الاتش اس جي موداليتيز از يوزد ان، ويسيبك. وجات لنا، جالنا سؤالين في الامتحان، يعني المحاضره دي جايه منها اربع اسئله بس في الامتحان، اتنين من الحته ديت واتنين من بقيه المحاضره. لا كده تخيل عشان تعرف الحته دي مهمه ازاي. فالاتش اس جي بستخدمها في اليوترس واليوتراين تيوبس، ده رقم واحد. طيب في حاجه ثانيه، الباريوم. الباريوم بستخدمه في ايه؟ صبغه الباريوم او الباريوم ستادس بستخدمها في ايه في الجي اي تي؟ احنا قلنا الصبغات كلها بنستخدمها في الجي اي تي والرينال تراكت انفكشن، فالباريوم بستخدمها في الجي اي تي. بعد كده حاجه اسمها الانترافينوس بايليروجرام اللي هي الاي في بي، بتستخدمها تو اسيس ايه؟ الكيدنس، اليوريثراز اند اليورينال بلاتر. يبقى نقول تاني، اتش اس جي كنت بستخدمها في ايه؟ في اليوترس واليوتراين تيوب. الباريوم جي اي تي. طيب عندك الاي في بي بتستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الكيدنس، بستخدمها في اليوريثراز اند اليورينال بلاتر. انا مش عاوزك تعرف هي دي معناها ايه، او انا مش هقول لك هي دي معناها ايه، انا عاوزك تحفظ هي بتصرف ايه بس، هو ده السؤال، بدل ما تقعد تعرف معناها. حاجه ثانيه اسمها السيستو يوريتروجراف، وده تؤسس اليوريثرا اند اليورينال بلاتر. يبقى اليورينال بلاتر كده بستخدم فيها حاجتين، الاي في بي كنت بستخدم في اليورينا بلادر، بعرف منها هي الاي في بي كنا بنستخدم هنا اليورينا بلادر. طب وبستخدمها فين؟ في السيستو يوريتروجراف او يورين. ركز في الحته دي، الفروق دي هي موضوع الاسئله. يقول لك تو اكزامين اليورينا بلادر كان يوز اول اوف ذا فولونج اكسبت، وراح جايب لك ايه السيستو ده، وجايب لك الاي في بي، وجايب لك واحده كمان، او بلاش يجيبها واحد فيكم يطلع يقول لي ده هو لازم ابو خمس اختيارات يا محمود، اقول لك صح وغلط. اليورينا بلادر كان بي اكزامين دبي، ويجيب لك الاثنين. انت حافظ ان هي بتبقى تبع الاي في بي ومش حافظ ان هي تبع ديت، ادي السؤال راح منك. فاليورينال بلادر ركز على الحته دي، اليورينال بلادر بستخدمها في ايه؟ بتبقى في الاثنين، الاي في بي والسيستو ده. طيب الانجيوجراف ده عشان اعمل البلاد فيسل. يبقى احنا نعيدهم تاني في السريع كده، حاجه اسمها الاتش اس جي بستخدمها في اليوترس واليوتراين تيوب. رقم اثنين الباريوم بستخدمه فين؟ في الجي اي تي يا محمود. الاي في بي بتستخدمها فين؟ كيدني ويوريترز ويورينال بلادر. ركز على اليورينال بلادر ديت، اليورينال بلادر بستخدمها فين تاني؟ هنا اهو اليوريثرا، هنا بيعمل اليوريثرا والرينال بلادر، يبقى الرينال بلادر في الاثنين. بعد كده الانجيوجراف بستخدمه فين؟ في البلاد فيسلز. اخر حاجه بقى الانترفينشنال راديولوجي، ونبقى خلصنا. الانترفينشنال راديولوجي كنت كلمتك عنها كلمتين، وهي الاشعه التداخليه. ده نوع، يعني نوع من الـ من الـ نوع متخصص جوه الطب، يعني تخصص جوه التخصص، تخصص جوه الاشعه. يعني هو الاسم دكتور الاشعه، من اسم بره دكتور اشعه، من جوه تخصصه ايه؟ انترفينشنال راديولوجي، يعني تخصص جوه التخصص. بستفيد من انترفينشنال راديولوجي ايه؟ زي ما انا قلت لك في الاول، قلت لك هو تو ايه؟
to procedures to diagnosis او اعرف الدياجنوزس وتريت ذا ديزيز. يعني ايه؟ بسيط، اعرف الكلمتين دول وعندك راوند كامل هيبقى عندك 5 تكنيك انا فاكرهم خالص وهتتسال فيهم في الامتحان، في الامتحان العملي. طيب فاعرف فين الانترفينشن راديولوجي ثاني كده يا حمود؟ اشعه تداخليه، ده تخصص جوه التخصص بتاع الاشعه، استفدت منه ايه او بيساعدني في اعرف دياجنوزس واعمل تريتمنت لبعض الامراض او بعض الحاجات. ايه الاكزامبلز بقى بتاعته اللي انا عاوزك تحفظها؟ حاجه اسمها الانجيوبلاستي اند الستنت بلاسمنت. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد مثلا عاوز يركب دعامه مثلا، هي الستنت بلاسمنت ديت يعني دعامه او كده، احفظ ما تعرفش الحاجات دي اللي زي دي كده اللي هي علم لا ينفع او مش هيفيدك احفظها زي ما هي وخلاص، لان هتجيلك في الامتحان كده. وهل ينفع يجيب لك مثال؟ يجيب لك مثال. ما يجيبلكش ليه؟ يقول لك ان اول اوف ذا فولنج انترفينشن راديولوجي اكسبت، وراح جاب لك واحده ثانيه. المشكلة أي مثال تاني؟ أيوة، يجيب لك الاتش اس جي مثلا مع دول، يبقى أنت لازم تكون حافظ دول كلهم. حلوة، يبقى الأنجيوبلاستي أند إيه أند الستنت بلاسمنت رقم 3، الإيموبلايزيشن تو كنترول بليدنج، واحد عنده بليدنج وعاوز أوقفه فبضطر إيه؟ بضطر ممكن أخش بالإنترفينشن الراديولوجي وأعمله. الكانسر تريتمنت، أيوة أنواع من الكانسرز بقى دلوقتي بتتعالج، يعني يقال إن هي بقى بتتعالج عن طريق الإنترفينشن الراديولوجي. شفت بقى المحاضره بتاعتنا خلصت وسهله وجميله وحاجه، هم 9 سلايدات من ضمنهم واحده سان كيو وواحده في الاول، يعني الحوار كله داخل على 6 سلايدات. طيب السلايد ديت اللي هيبص عليها وفاتح الداتا هيقول لي عم محمود انت بتقل عليه. اقول له ماشي بتقل عليك ليه؟ هيقول لي ما انت الصور دي مش موجوده في الداتا، جايبها لي ليه؟ هقول لك انا حطيت لك الصور ديت اللي هي صور الموداليتيز اللي انا شرحتها لك فوق لسببين. ايه هما السببين؟ ان معاليك في الامتحان العملي مش هتكتب بس، او مش هتقول ان ده المرض الفلاني، لا هتقول المرض الفلاني وايه الموداليتيز المستخدمه، هل دي الترا ساوند، هل دي اكس راي، هل دي سي تي، هل دي ام ار اي ولا لا. تاني سبب ان انت وانت بتذاكر من تاني محاضره اللي هي تقريبا بكره او بعده مش عارف، هيبقى عندك ايه؟ هيمسك لك المرض، فالمرض ده هيجيب لك صوره زي دي كده ويقول لك واحد عنده زايده مثلا، وجايب لك الصوره دي زايده، فانت لو مش عارف اصلا ان دي اصلها ايه الترا ساوند هتذاكر المرض ازاي؟ هتعرف صفات المرض ازاي وانت مش عارف ايه الجهاز اصلا؟ فانا دلوقتي بما ان المحاضره سهله وجميله قلت اسهل عليكم الموضوع، بحيث ان انت تبدا في المحاضره الثانيه او من بدايه محاضره الديسيز بتاع السيستم بقى، كل سيستم يبقى سهل عليك، مجرد ما تبص عاوزك لما تبص على الديسيز تقول لي دي سي تي ولا ام ار اي. وانت لسه بكره، يعني بكره هتاخد محاضره تقريبا بون مش عارف بيدياتريك او اطفال، الاطفال اول ما تبص على البتاع ديت عاوزك قبل ما تعرف المرض ده ايه تقول لي ده سي تي ولا ام ار اي ولا ده ايه الترا ساوند. انا كمحمود لو انت قلت حاجه زي دي ببساطه ليه؟ انت ضمنت نص سؤال في الامتحان، ده اول حاجه. ثانيا بقيت بقى عندك دماغك كلها متجهه ناحيه ايه؟ ناحيه مذاكره المرض بس. لكن انت هنا بما اننا اتكلمنا على الترا ساوند اوريك صوره له، فهمت انا حاططها ليه؟ مش عشان اطول عليك ولا حاجه، لا. اول صوره دي صوره الالترا ساوند، عاوزك تحفظ شكلها. ما فيش واحد فيكو عقله يوزه ويقول تعال شوف بقى، او الشيطان يوزه وواحد فيكو يقول ايه انا عاوز اشوف هل دي في مرض ولا لا. ما ليكش دعوه، الامراض هتبدا من بكره يا حبيبي، مستعجل ليه؟ هتعرف والله، وفي امراض كتير قوي. خليك دلوقتي عرفني ان ده شكل الالترا ساوند، شوف شكله. اي مرض هيجي لك هيبقى بنفس الشكل كده، نفس الشكل، شوف نفس الشكل اهو الالترا ساوند. طيب دي ايه يا محمود؟ دي الاكس راي، اشعه اكس، كلكم شفتوها اكتر مني. طيب دي ايه بقى؟ دي الام ار اي. خدت بالك من المقاطع؟ انا قلت لك بيبقى ليها ايه اكتر من مقطع، شوف اكتر من مقطع. شايف جمال الصوره، شايف جوده الصوره عامله ازاي، شايف الصوره طالعه يا جدعان عظمه خالص. فالام ار اي من الحاجات الجميله جدا. دي ايه بقى يا محمود؟ دي السي تي. طب تعال قول لي كده يا محمود حاجه للعلم ليك وهتفيدكوا بعد كده ما تيجي تذاكر عملي، افرق ازاي بين السي تي وبين الام ار اي؟ اقول لك ده برين وده برين. شفت انت السي تي؟ شايف العظم طالع ابيض ازاي؟ شايف العظم ابيض ابيض ابيض، السي تي عشان السي تي حلو على البون ابيض، شوف العظم طالع ابيض وجميل عمال يلف حوالينه اهو. هنا بقى وريني فين البياض، في بياض؟ مفيش بياض، شوف كله طالع سوفت تيشو. ليه؟ عشان الام ار اي كويسه جدا على السوفت تيشو، فبتطلع لك السوفت تيشو افضل واحسن، انما السي تي حلوه على السوفت تيشو، حلوه على البون. فشوف هنا افرق ازاي، لو لقيت هنا في بياض يبقى تعرف ان هي ايه، دي سي تي. طب ما لقيتش فيه بياض وكله برين واضح انه برين 100% زي ما انت شايفه كده، اعرف ان هي ام ار اي. دي معلومه ليكم. طيب نحل كام سؤال بقى كده. ترو اور فولس، الالترا ساوند بور بنتريتنج ثرو البون اندر اير وش صح. هي ما احنا قلنا مش كويسه عليه، مش كويسه على البون ولا على الاير، ومش كويسه للناس اللي عندها ناس الاوبستي، ولازم أن يكون الدكتور ايه من ضمن الديس ادفنج بتاعتها، ولازم أن يكون الدكتور خبير او عنده علم كتير. تعال سؤال مهم، اول اوف ذا فولوينج ار لو كوست اكسبت، معلش كوست كان فيه ايه تقريبا وانا نسيت اكتبها، معلش. لو كوست اكسبت، بيقول لك الاكس ريز ولا الالترا ساوند ولا ام ار اي. لو قلت لك اللو كوست في التجميع اللي انا كنت عملتها لك كانت ايه؟ كانت الاكس ريز والالترا ساوند.
والام ار اي والسي تي والراديو ايزوتوب كانوا عاليين قوي، فالاجابه هتبقى هنا الام ار اي. طبعا محاضرتنا جميله وسهله وبسيطه خالص، وهتفهموها بسهوله وهتذاكروها سهله خالص. انا عاوزك بس اهم حاجه تهتملي بالفروقات الواضحه جدا، او الفروقات اللي بين المودالتيز وبعضها، فاهم؟ سواء في ادفنش او في ديس ادفنش زي ما انا كنت بوضحها لك، والتجميع اللي انا عملتها لك في الاخر لازم انت تعرفها كويس جدا، مهمه جدا ان انت تعرفها زي ما انا جمعتها لك كده. وعاوزك وانت بتذاكر تفرق لي بين كل مودالتيز والتانيه، لان ده هو ده موضع السؤال. واهم حاجه تعرف لي لو كان في حاجه سبيسيفيك لحاجه معينه تعرفها لي قوي، او حاجه خاصه بحاجه معينه تعرفها لي قوي. ليه؟ لان ده هيحط لك السؤال هنا، وتوقع اسئله ممكن تجي لك في اي حته. ولا تنسى، لا تنسى الاتش اس جي، الموداليتيز الاخيره خالص اللي قلت لك اللي انا عاملها، العنوان اللي انا عامله باللون الاحمر ده تصمه تحفظه، ما تسيبش حرف فيه. طبعا محاضرتنا خلصت، ومحاضره بسيطه وجميله، ويا رب يا رب ده نسمع عنكم اخبار كويسه، وارجو يعني وامل من ربنا ان انا اكون فدتكم في المحاضره ديت. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.